تعالوا بقى نعمل شوربه لسان عصفور، عايزين لسان عصفور وعايزين شوربه فراخ، شوربه لحمه، شوربه خضار زي ما انتم عايزين، بس احنا عندنا شوربه اللحمه فهنستخدمها. عندي كرفس مفروم، عندي جزر، زبده او سمنه او زيت، وملح وفلفل، والمرقه زي ما قلت لكم. طبعا عايزين تحطوا مستكه، عايزين تحطوا حبهان، عايزين تحطوا لورا، براحتكم تماما. نعمل ايه بقى؟ ناخد اول حاجه الزبده على النار عشان نشوح لسان العصفور اللي ممكن طبعا يبقى شعريه لو حبيته. ننزله هنا ونقلب علشان يتشوح. طبعا برضو التشويحة انتوا حرين، انتوا عارفين مثلا انا بحب اغمق الحاجات، يعني لسان عصفور، شعرية، ايا كان، انا بحب الحاجة غامقة شوية. حد تاني عايزها افتح وسط مفيش مشكلة. طبعا بما اننا اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين لرب العالمين، قربنا على رمضان، فمن تحضيرات رمضان طبعا زي ما انتوا عارفين تحميص لسان عصفور والشعرية والرز، علشان وقت ما احنا بقى ايه عايزين نعمل طواجن، عايزين نعمل رز بالشعرية، عايزين نعمل شوربات ما ياخدوش مننا وقت. ناخد اللي متشوح ونشتغل على طول، يدوبك بس عايزاه يعني يبقى ذهبي مش اكتر. هقوم منزل عليه الجزر والكرفس بس ياخد اللون الذهبي، لسه فاتح قوي. لسان عصفور اما بدا ياخد اللون كده، اقوم منزله عليه الجزر، طبعا التقطيعه اللي انتوا عايزينها والكميه اللي انتوا عايزينها، وكرفس، وقلب. طبعا تسويه لسان العصفور احنا متفقين عليها غلوتين واطفي، واسيب تكمله التسويه على سخونية السائل والحلة من غير نار. ليه؟ علشان لسان العصفور ما يشربش السائل كله ويبقى مفلفل بدل منه شوربة. وننزل عليهم الشوربة، وممكن بقى نكمل بشوية مية، لأنه طبعا الشوربة أصلا طعمها حلو جدا جدا ومركز، فنضيف لها شوية المية. وزي ما قلت لكم التسوية يا دوبك نديها غلوتين، أول ما لاحظ إن لسان العصفور دخل في التسوية أطفي وأغطي، لازم أغطي وأسيبه يكمل تسويته على الحرارة عشان ما يشربش المية كلها. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.